السلام عليكم. شهر سعيد لكل أطفال العالم. خلال هذا الشهر تقدم لكم قناة مدرستي في بيتي مسابقة الشهر الطفل السعيد. ندعوكم لمتابعة فيديوهاتنا خلال هذا الشهر والاشتراك في المسابقة. جوائز قيمة في انتظار الفائزين الأوائل وأخرى للمشتركين المتفاعلين معنا. أول فيديو هذه المسابقة سيكون حول التفكير خارج الصندوق. ما هو التفكير خارج الصندوق؟ تخيل أن لديك صندوقاً فارغاً. في هذا الصندوق ستضع فيه كل معلوماتك، خبراتك، عاداتك ومشاعرك. وكلما احتجت لحل مشكلة ما، فإنك تفتح هذا الصندوق وتخرج منه الحل لهذه المشكلة. تقريبا كلنا نفكر بنفس الطريقة لحل مشاكلنا. لماذا؟ لأن تقريبا كلنا تلقينا نفس التعليم، عشنا في نفس البيئة، واكتسبنا نفس الخبرات. إذن سنحل تقريبا نفس المشكلة بنفس الطريقة، وهذا هو التفكير داخل الصندوق. لكن التفكير خارج الصندوق هو التفكير بشكل مختلف وغير طبيعي. التفكير خارج الصندوق هو التفكير الإبداعي، أو هو الإبداع لحل المشكلات. ما هي أهمية التفكير خارج الصندوق؟ لنعرف أهمية التفكير خارج الصندوق سنعطي لكم بعض الأمثلة. أول مثال هو التفكير داخل الصندوق للصحابة. الصحابة أثناء غزوة الخندق فكروا داخل الصندوق، لكن سلمان الفارسي فكر خارج الصندوق، فأعطى الحل أو أبدع خطة الخندق وأنقذ الدولة الإسلامية. إذن التفكير خارج الصندوق سمح لسلمان الفارسي بإبداع خطة الخندق، وبهذا استطاع بفكرة بسيطة خارج المألوف إنقاذ الدولة الإسلامية. وكل التحولات الكبيرة في عالمنا، كل الاختراعات، كل الإبداعات بدأت بفكرة خارج الصندوق، فكرة غير مألوفة آمن بها أصحابها وعملوا على تحقيقها. لنتخيل مثلا كيف بدأ أديسون باختراع الكهرباء. حينها لم تكن الكهرباء، لكن أديسون فكر خارج الصندوق فاخترع الكهرباء، ولكنه آمن بفكرته وواصل في اختراعاته وتجاربه. نفس الحال في اختراع الطائرة، الهاتف، الانترنت، السيارة، كلها بدأت بفكرة إبداعية خارج المألوف. إذن التفكير خارج الصندوق جعل من أصحاب هذه الأفكار مخترعين وغيروا العالم بأفكارهم. مثال عن هذا هو المخترع جيس رينو. جيس رينو فكر خارج الصندوق. كيف ذلك؟ فكر أن الأشخاص هم الذين يصعدون السلالم للوصول للطابق العلوي. فقال في نفسه: بدل أن يصعد الإنسان على السلم، سيصعد السلم بالإنسان. فاخترع المصعد الكهربائي سنة 1891، وبهذا أفاد العالم بفكرته البسيطة، فكرة أتت خارج الصندوق. مثال آخر. إذن التفكير خارج الصندوق يمكن أن يجعل منك مخترعاً. لا تتردد وفكر دائماً خارج المألوف.
في عام 1960 وعندما وصل رواد الفضاء الأمريكان للفضاء وبدأوا في تدوين الملاحظات، ظهرت مشكلة كبيرة، وهي أن انعدام الجاذبية على سطح القمر تسبب في عدم نزول الحبر، وبالتالي لم يستطيعوا كتابة الملاحظات لأن الحبر لم يستطع أن ينزل أو يخرج من القلم. فماذا فعلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا؟ قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالعديد من الأبحاث التي استغرقت عدة شهور، وتم فيها صرف عدة ملايين من الدولارات، وفي الأخير نجحت الوكالة في إنتاج أقلام تعمل بالضغط ولا تحتاج للجاذبية لكي ينزل الحبر منها. والغريب أن روسيا قامت بحل هذه المشكلة العويصة بعدة ملايين فقط وليس ملايين، حيث أعطت لكل رائد فضاء قلم رصاص. القلم الرصاص لا يحتوي على الحبر، يعني لم نكن ملزمين أن نستعمل الحبر، فقلم الرصاص بعدة ملايين بعدة دنانير كفيل بحل هذه المشكلة، وهذا هو التفكير خارج الصندوق. إذن فكرة بسيطة يمكن أن تكون فكرة خارج الصندوق، ويمكن أن تكون فكرة إبداعية. من خلال هذا الفيديو وفيديوهاتنا القادمة وعبر أسئلة مسابقة شهر الطفل السعيد، ستتعلمون التفكير الإبداعي خارج الصندوق. نصل الآن لسؤال مسابقة شهر الطفل السعيد. السؤال الأول حول تحدي ألعاب ذكاء. انتبهوا للسؤال، اذكر أكبر عدد ممكن لاستعمالات قارورة ماء بلاستيكية. الشطر الثاني من السؤال، اذكر أكبر عدد ممكن لاستخدامات ورق الجرائد غير قراءة الأخبار. ننتظر إجاباتكم. أرسلوا إجاباتكم على الشكل التالي: جواب السؤال الأول، الاستعمالات الممكنة لقارورة ماء فارغة هي، ثم اذكروا كل الاستعمالات الممكنة. ثم جواب السؤال الثاني، الاستعمالات الممكنة لورق الجرائد هي، ثم اذكروا كل الاستعمالات الممكنة. هنا حاولوا استخراج أكبر عدد ممكن من الاستعمالات. هذا هو التحدي الأول، التحدي أن تتمكنوا من استخراج أكبر عدد من استعمالات قارورة ماء فارغة وأكبر عدد استعمالات من ورق الجرائد. كونوا مبدعين، ونحن ننتظر في إجابتكم وإبداعاتكم. نشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.